اقبلي ما بين نظرات الحبايب وحفلنا الليلة لشوق سنظامي أم رامي والحلا فيها عجايب وصفها وشلون يوفيها الكلامي أم رامي طيبها ما هو غرايب والكرم من طبعها بنت الكرامي والكرم من طبعها بنت الكرامي ورجعنا للنسب نعم النسايب والقروب لها معزة واحترامي طلتك أم العروس أغلى وهايب فالحلا موقعك بالصف الأمامي لك فوح العود الأزرق بالمطايب وانجلى مع جيتك تاج الظلامي وانجلى مع جيتك تاج الظلامي بنتك الليلة معها الورد ذايب لو يذوب الورد معها ما يلامي في حلاها وزينها والاحتشامي والقمر تدرون ليش اليوم غايب أظهرن بالضيا بنات مرامي أظهرن بالضيا بنات مرامي يوم طب بالحفل شقر الثوايب ارتفع صوت الفرح وطق حامي من بنات اللي عشقني للصعايب لابس الا المرجلة تجو سامي اقبلي ما بين نظرات الحبايب وحفلنا الليلة لشوق سنظامي أم رامي والحلا فيها عجايب وصفها وشلون يوفيها الكلامي أم رامي طيبها ما هو غرايب والكرم من طبعها بنت الكرامي والكرم من طبعها بنت الكرامي ورجعنا للنسب نعم النسايب وبالقروب لها معزة واحترامي طلتك أم العروس أغلى وهايب فالحلا موقعك بالصف الأمامي لك فوح العود الأزرق بالمطايب وانجلى مع جيتك تاج الظلامي وانجلى مع جيتك تاج الظلامي بنتك الليلة معها الورد ذايب لو يذوب الورد معها ما يلامي في حلاها وزينها والاحتشامي والقمر تدرون ليش اليوم غايب أبهرن بالضيا بنات مرامي أبهرن بالضيا بنات مرامي يوم طب بالحفل شقر الثوايب ارتفع صوت الفرح وطق حامي من بنات اللي عشقني للصعايب لابس الا المرجلة تجو سامي والختم ندعيك يا جزل الوهايب ربي يعيد الفرح في كل عامي ربي يعيد الفرح في كل عامي. إمكانية تنفيذ هذه الشيلة بالأسماء: للتواصل على جوال 050-377-6111 أو على رقم 050-126-276.